هل يجوز تكرار الصلاة على الميت حسبة؟ إذا وافق لا بأس، إذا صلى عليه ثم وافق على صلى عليه وصلى معهم عند القبر لا بأس، لا حرج في ذلك، مثل ما يكرر الصلاة الأخرى لو صلى في مسجد ثم جاء إلى المسجد لحاجة أو لحضور الدرس ووافقهم يصلون صلى معهم كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، إذا عادها لمشيئة الأمر الشرعي فلا بأس.